محطتنا التالية مع الإبداع والقلم والكلمة، أكيد يلي من إحدى تجلياتها هو توثيق مسيرة حياة شخصيات تركت بصمة مميزة خلال مسيرتها الحياتية. رح نتعرف أيضا عن كتاب يروي سيرة البطريرك إلياس الرابع معوض بطريرك العرب مع مؤلفه ليان جورجي خباز. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يعني بالبداية خلينا نتعرف من العنوان الرئيسي اللي اخترته حضرتك والبطريرك إلياس الرابع معوض بطريرك العرب، أهم المحطات الحياتية لغبطة البطريرك الراحل يلي بيتناول الكتاب، شو اللي لفتك لحتى اخترت ضمن هذا الكتاب؟ تسمحي لي أول كل وجه التحية للإخبارية السورية. أهلا وسهلا. صباحي. أهلا. وحول على توجيه التحية لروح البطريرك العرب إلياس الرابع معوض، كذلك لأرواح الشهداء الذين سقطوا على كافة الأرض السورية. أكيد. نعم. من الشعب العربي السوري مدنيين وعسكريين. نعم. وقوات حليفة وصديقة. البطريرك إلياس الرابع امتدت بطريركيته من سنة 1970 إلى 1979، وكان من خيرة الرجال الذين ولدوا في الأرض العربية. نعم. هو أصله ينحدر أصله من أرسون، قرية أرسون في لبنان. نعم. ومن ثم أرسل إلى الأرجنتين كمندوب عن الكرسي الأنطاكي لرعاية أبناء الرعية. نعم. المسيحيين العرب الموجودين هناك. يعني من خلال مقدمتك هيك وتقديمتك التحية أكيد لكل شهيد ارتقى. نعم. على الأرض السورية. خلينا نحكي عن قبل ما نبدأ هيك بالمسيرة الحياتية عن ارتقائه أيضا لسيادة البطريرك. في 21 حزيران 1979 كان يوم خميس أسود على الكرسي الأنطاكي. نعم. وعلى كافة من عرف هذا الرجل. في حوالي الساعة 2:30 صباحا ارتقى إلى الأخدار السماوية وسجي جسمانه الطاهر في الكاتدرائية المريمية بدمشق حتى صباح يوم الثلاثاء 26 حزيران 1979. ومن يومين مرت الذكرى 40 لانتقاله للأخدار السماوية. خلينا كمان نحكي عن أهم ما يطرحه الكتاب، شو الفكرة الهدف الرئيسي اللي حاولت أتوصله من خلال هذا الكتاب؟ تسمحي لي ورجي صورة. أكيد. الكتاب للسادة الحضور بس نقدر ناخده مشاهدين الكتاب. تمام. هذا الكتاب طبع مرتين. نعم. في طبعة أولى وطبعة ثانية سنة 2017 بتبرعات الغيورين والمحبين لصاحب الغبطة. نعم. ووزع مجانا. يتألف الكتاب من حوالي تسمحي لي استعمل النظارات. طبعا طبعا تفضل خذ راحتك. يتألف من 12 فصل. نعم. يتناول مسيرته من خلال مشاركته في يعني أهم إنجاز كان على الصعيد الوطني نستطيع اعتباره هو مشاركته في ضمن وفد أو على رأس وفد مشرقي مسيحي في مؤتمر لاهور الإسلامي في الذي انعقد في باكستان في شباط 1974 وإلقائه كلمة باسم المسيحيين العرب دفاعا عن القدس وتبني موضوع القدس. أما في الفصل الثالث من الكتاب فهنا أذكر كافة العظات والمواعظ التي ألقاها خلال تسلمه السدة البطريركية، وفي الفصل الرابع المؤتمرات والتصريحات الصحفية، وفي الخامس الكلمات التي ألقاها في تعزية الشخصيات. نعم. والتأبين وخاصة للشهيد جول جمال. نعم. حيث أقيمت ندوة في حلب وندوة في دمشق كان هو رأس هذه الندوة. وفي الفصل السادس مقالات خاصة لغبطته، كما أن هناك لديه حوالي 12 كتاب معرب مترجم من يتقن هو عدة لغات أجنبية. يونانية فرنسية. نعم. إنجليزية روسية، فترجم بعض الكتب للآباء القديسين منها.
بالإضافة لزياراته التي قام بها للبطريركيات في العالم وزيارات الدول، وقام بتدشين معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في البلوند في لبنان، بالإضافة لتدشين بعض الكنائس والمدارس. ونختم بالفصل 12 كافة ما نشر عن غبطته بعد انتقاله. نعم، كان من فترة قصيرة مرت الذكرى 40 لرحيل البطريرك، غبطة البطريرك. خلينا نحكي عن الجهد وكمية الجهد الذي بذل تأليف كتابه، قديش كان له عالم بتحبه، قديش كان محيط، قديش كان هو غبطة البطريرك في عنده قداسة معينة، كلهم يحمدون شيء من القداسة والروحانية، ولكن دائما كل شخص بيتميز عن الآخر بشد العالم هيك له بأسلوبه بتعامله. خلينا نحكي عن هذا الشيء. تسمحي لي انطلق من ما ورد في خاتمة الغلاف من أقوال غبطته. تفضل. هو تمسكه بالعروبة، كان إنسان عروبي. نعم. وطني، يقول: العروبة بيت مفتوح لأبواب والنوافذ على الشمس الدافئة ومائدة ممدودة مليئة بخبز الرب ليشبع الجياع إلى البر ويرتوي العطاش إلى المحبة والحرية. وفي كافة عظاته، هناك نقطة مهمة. نعم. في كافة عظاته كان يتطرق إلى موضوع القدس، القدس كانت محور قضية اهتمامه وقضيته. نعم. يقول: القدس لنا نحن العرب لا لسوانا، إنها حقنا ولن نتخلى عنه مهما كانت النتائج، لقد حميناها منذ أجيال وأجيال بالإخاء والمحبة والإيمان، وصبت تبقى محمية بإيماننا وإخائنا ومحبتنا. من يتصدق فليتصدق مما يخصه، أما أن يتصدق الناس علينا من أموالنا وميراثنا فهذا احتقار للحق ودوس لكل القيم الإنسانية واستهتار بالعطاء الإلهي. القدس عربية وستبقى عربية ما دامت أرض العروبة ترتوي بدماء شهدائنا وتسخر بالأرواح التي تؤمن بما تمثل القدس من معان إلهية. نعم. اسمحي لي بس اتطرق لنقطة، أنه عندما قام بزيارة أمريكا وقابل زيارة بروتوكولية الرئيس كارتر، وبعد شرب قهوة أو عصير انتهت الزيارة وخاطرك مع السلامة، إلا أنه عند عودته تفاجأ بظهور يوم من الأيام بظهور الرئيس كارتر مع مناحيم بيغن على شاشة التلفزيون، ومناحيم بيغن يؤكد حق اليهود في فلسطين. فما كان منه إلا أن طلب موعد مستعجل لمقابلة الرئيس كارتر من جديد، وأثناء المقابلة قال له: من أين لك أن تتحدث أنا وتوافق بيغن على أن فلسطين هي أرض الميعاد وأرض لليهود؟ نعم. أبو الآباء إبراهيم عندما أراد دفن زوجته سارة قام بشراء الأرض من الفلسطينيين، وهذا نعم. مؤكد تاريخيا. نعم. وفي العهد القديم، فكيف يمكن لنا أن نوافق على أن فلسطين هي أرض الميعاد لليهود؟ نعم. يعني يا أستاذ اليوم بدنا نقول لك تسلم تمك، اليوم عم نحكي عن فعلا قضية هي للأسف حاولوا يغتصبوا القدس، فلسطين، الجولان، البلاد العربية المشبعة بالحضارة والتاريخ والخيرات. هذا الكتاب هو يمكن جزء من الردود البسيطة يلي نحن دائما متشبسين بأرضنا، منرفض دائما الاستسلام. قديه بتشوف اليوم من المهم إن كان من خلال الكتب، إن كان من خلال الأفلام، إن كان من خلال جميع الوسائل الثقافية، لحتى نحن مو بس نرد، لحتى نحن نبين الحقيقة، حقيقة حقوقنا، حقيقة أرضنا وخيراتها. يجب علينا في كافة الظروف والأحوال أن نشعل شمعة نور، وهذه الشمعة ستضيء الطريق إن كان لنا أو لغيرنا. ومشاعل النور إن شهدائنا هم باقون في ذمتنا وفي وجداننا. نعم. وبالنسبة للجهد، السؤال السابق اللي بذلته مشان إصدار هذا الكتاب، هذا الكتاب استغرق معي حوالي 4 سنوات لجمع من المجلات والجرائد، وأوجه نعم. الشكر بالمناسبة إلى مكتبة دار الأسد لأنه ساعدتني كثير بما لديها من وثائق أو جرائد أو صحف لتأليف هذا الكتاب. نعم. نعم.
وفيما إذا سمحتوا لي بكلمة أخيرة، فأنا أود توجيه تحية إلى مطران سباستياس، سيادة المطران أطلع حنا من دمشق العربية، من دمشق الصمود والتصدي، لأن أنا أعلم أن دمشق هي في قلبه. نعم. وهو صديق شخصيا لي وأفتخر بذلك. نعم. وعبر المطران عطلة حنا أوجه تحية إلى كافة أهلنا في فلسطين المحتلة. أكيد. وشكرا. شكرا كثير لكلماتك، شكرا لوجودك معنا، مشكور الجهد اللي بذلته لإنتاج هيك كتاب. يمكن دائما اللي متمسك بقضية معينة مثل ما سوريا حاملة قضايا العرب، ويمكن هذا السبب الرئيسي بالحرب على سوريا، انه نحن ما زلنا متمسكين بالقضية وحنضل متمسكين بالقضية مهما كلف الثمن. أكيد كل الشكر لوجودك معنا، كل الشكر للجهد المبذول. أكيد إن شاء الله صوتك بيكون وصل للجميع من منبر الإخبارية السورية. شكرا لكم، شكرا جزيلا. نكرر شكرنا لك، يعطيك ألف عافية. نحن فخورين أول شيء أنك موجود معنا اليوم، ثاني شيء أنه فعلا جهد 4 سنوات هو جهد جبار، أخذ وقت وأخذ جهد، أخذ تفكير، أخذ كثير لحتى يكون رد على جميع هي المحاولات لاغتصاب أرضنا.